أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إنه خبير بما
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع استمعنا مع القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ ابراهيم علي البكساوي القارئ المعروف بجمهورية مصر العربية والمقيم بهذه البلدة مكبر صوت نار كهربائية مع الفن ركبت تحت إدارة وإشراف الحاج عبد الحكيم أبو السعيد وأولاده المقيم بهذه البلدة. أكل ما تقدم بالعزاء كان سعيهم مشكور والبقاء له وحده.